هو فن هبوط الأرياف وتشتهر به ولاية مرباط دون سائر الولايات بمحافظة ظفار. ولاية مرباط وجبل سمحان هو الشاهد على هذا الفن. هذا المعلم التاريخي والسياحي بمحافظة ظفار. نعم، هبوط الأرياف وما تحمله من الرجولة والقوة، هذا الفن لإظهار القوة. وهذا الفن كما تشاهدون هؤلاء الرجال، نعم هؤلاء الرجال وهم يحملون سيوفهم ويشمرون عن سواعدهم، هذا هو هبوط الأرياف بما يحمله من قوة. هذه هي ولاية مرباط برجالها، ونحييهم ونحيي نيابة طوي عتير.